انت طيب ايه الدنيا عامله ايه؟ في اقبال على الحاجه؟ في اقبال دلوقتي ولا الحظر؟ احنا قاعدين بنحسبكم زباين والله. انا قلت هنفتح ماشي الزباين. يعني الناس بتنفذ قرارات الحظر. الناس بتنفذ قرارات الحظر. قاعدين ناكل طيب الحظر وما من غير اكل. قاعدين والله. بص الممر كله عامل من نص جاي. تمام يا باشا؟ شعبان فتحت السنة دي برضو من اول كل سنة من اول شعبان.
والسنه دي مع الحظر والكورونا وال يعني بتاخدوا احتياطاتكم ازاي؟ بتعقموا وبتطهروا؟ لا ديتول. ديتول كله وكلور بقى وكحول والحاجات. كل سنه وانت طيب. الفوانيس عندك بقى بكام؟ عندي بقى اساسي. اه قول لي كده. لا جبتلك عشان ما كل سنة وانت طيب. مفيش فوانيس جديده السنه دي؟ مفيش فوانيس جديده السنه دي؟ اشكال نزلت ايه؟ كورونا ما نزلش؟ اكيد هينزلوا لنا فانوس الكورونا دلوقتي. ممكن. اه والله منتظرين. مش مشكله يعني بجنبي. الاقبال عامل ايه معاكم؟ الاقبال عامل ايه؟ لا مش زي الاول طبعا. بس الى حد ما في يعني تحسن شويه على الاقبال. في تحسن. طب طب وايه اكتر المنتجات عليها اقبال؟ الفوانيس مثلا، المفارش، الزينه؟ لا السريات. الايه؟ السريات حبل النور يعني. اه النور ده؟ اه الحاجات دي كلها اشكال كلها. واسعارهم بقى بتتراوح بين ايه لايه؟ من 20 جنيه. من 20 جنيه؟ اه اوكي. ايه ده؟ الغني والحرام. كل سنه وانت طيب. اتفضل. كل سنه طيب. قلت بالساعه والسلامه. انا بعزم مش زي العسل. استفانيس بقى. كل سنه وانتم طيبين. واو كلهم طيبين. ممكن اصور الفوانيس؟ شكرا. عندنا في السوق يعني مش ايوه اسم حضرتك؟ نافس. انا اسمي عمر. ازيك يا استاذ عمر؟ شرفت. والشهره هاني يعني. طيب الفوانيس الخشب عليها اقبال اكتر ولا النحاسي؟ لا الشغل المصري اللي هو دوت الايكيا اسمه ايكيا. ايكيا؟ اه ده هو ده اللي عليه شغل اكتر عشان الحبايب وال اه الناس اللي اه المرتبطين بقى واللي بيهادوا بعض. بالظبط يا فندم. ايوه. طب وال وايه الاسعارهم مثلا بتتراوح من ايه؟ لا الاسعار كويسه عندنا بتتراوح من 50 ل 40 ل في 60. وفي خشب زان عندنا وفي حاجات كويسه جدا عندنا يعني. طب والاقبال السنه دي بقى؟ انا عارفه طبعا ان انتوا ايه اكيد بتشتغلوا. لا الاقبال ما ضعيف. مش هنقول ان هو قوي بس الى حد ما يعني في لا في في يعني ايه بس لو الحظر دوت يعني بيقلل الزبائن شويه. هم بيجوا في الاخر وعايزين يشتروا فاهم بقى على الساعه 5 برضه بيتزنوا في اخر اليوم. في اخر اليوم ويجوا يتكدسوا يبقى في تكدس في المحل والله. اه في اخر اليوم. طب وانتوا بتاخدوا احتياطاتكم ازاي يعني؟ هل في كلور ديتول؟ ديتول عندنا وفي كمامات وبنحاول بتحاولوا بقى طول الوقت تتعقموا. طب ولما بيجي الناس ياخدوا الفانوس هل بيبقوا متخوفين بقى ومتحفظين ان هم يمسكوه؟ لا احنا بننضفه ونلمعوله بنحط له في كرتونه واحنا حاجات ماشي. ما هو المشكله ان هم بيخافوا بقى الناس. اكيد بس انا ربنا الستار وربنا اللي بيسترها واحنا الحمد لله يعني شعب الله المختار. كل سنه وحضرتك طيب. بعد اذنك. بعد اذنك كل سنه طيبين. طيبه.